فايناس، برحب بيكي في الجمعة في مصر، وكل سنة وانتي طيبة. واحكي لي كده 2018 كان ايه اخباره معاكي؟ الأول خليني أقول لك كل سنة وأنتي طيبة ياسمين، وانتي طيبة. وأهلا بيكي. يعني عايزة أقول لك سعيدة طبعا إن أنا معاكم في المداخلة دي، أرحب بيكي وبكل الجمهور. بصي، 2018 الحمد لله كان فيها إنجازات كتير على الصعيد المهني طبعا، الحمد لله. يعني كان فيها أكتر من عمل فني، كان في دويتو باللهجة العراقية، وكان في مسرحية فرحانة أوبيريت مسرحي، وكانت أول مرة أول مشاركة ليا كتمثيل وغنى مع بعض. يعني كان في أغنية تاني سينجل اسمها قولولو ليلى. الحمد لله كان فيها إنجازات كتير حلوة على الصعيد الفني، بس مع الأسف الشديد يعني عايزة أقول لك الحمد لله طبعا على كل شيء، بس قصاد ده ما تفهميش بقى الضريبة بتبقى ايه بالظبط. يعني بتبقى في أزمات طبعا بتمر في حياة الواحد، يعني في أزمة صحية معينة كده تعبتني شوية، سلامتك، ألف سلام عليك يا شاهين. الله يسلمك. بس الحمد لله يعني في الآخر الواحد بيقول يعني كل الحاجات دي ربنا بيدي حاجة، وممكن في حاجة تانية نتعثر فيها، بس بيبقى في عوض من ربنا كبير. طب يعني قولي لي الحمد بقى، لله حفلات رأس السنة إيه أخبارها؟ إن شاء الله حفلات رأس السنة حلوة. يعني أنا عندي حفلة بعتز بوجودي فيها جدا مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، طبعا الفنان القدير الكبير، وطبعا فيها الفنان سامو زين، الفنان الرائع سامو زين. دي يعني حفلة الحقيقة أنا متشوق إن أنا أكون موجودة عشان أشوفهم وأسمع الفنان هاني شاكر الحقيقة، أكتر من إني هغني كل فيها. التوفيق ليك يا شاهيناز، الحقيقة انت فنانة جميلة، وبنتمنى يعني بإذن الله ان 2019 تكون سنة جميلة عليكي، ونحتفل، لسه عندنا احتفالات كتير نحتفلها معاكي في الجمعة في مصر. نورتيني.